بأهمية الرؤية وأهمية هذا الموضوع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة رضي الله عنهم بعد كل صلاة غداة، إيش معنى صلاة الغداة؟ صلاة الفجر، هل رأى منكم أحد من الليلة رؤيا؟ دائم يسألنا، يقول سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول كان رسول الله دائم يسألنا هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فإذا رأى أحد الرؤيا قصها عليه، وإذا لم يرى شيئا سكت. وفي ذات يوم من الأيام حسب رواية البخاري صحيح البخاري أن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألنا بعد كل صلاة غداء هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فسألنا ذات يوم فقلنا ما رأينا شيئا يا رسول الله، قال إني رأيت رؤيا، فقصها عليه، وسنأتي بها في الأسبوع الآتي إن شاء الله. رؤيا لها فوائد عظيمة، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ زين. بأهمية الرؤيا ذكرها الله في القرآن الكريم، صحيح ولا ما صحيح؟ ذكرها في سورة الأنفال، وذكرها في سورة الفتح، وذكرها في سورة يوسف مكررة، ما صحيح؟ إذ يريكهم الله في منامك قليلا، في سورة الأنفال، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور، ما صحيح؟ وكذلك في قضية يوسف، قضية الملك، ولما رأى يوسف نما الرؤيا مكره حلقوا يقول إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ما صحيح؟ لقد صدق الله ورسوله الرؤيا التي رؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محدقين رؤوسكم مقصرين. فإذا لأهمية الرؤيا اهتم بها القرآن واهتم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما واحد مثلا واحد يسأل من رأى منكم رؤيا؟ قال تمويلك من دخل، ما لي من حاجة خاضوا بلي، مو شاف لو ما شاف ايش من دخل، مو نستفيد يعني، مو من الفوائد، فيها فوائد عظيمة الرؤيا. لم يبق من النبوة إلا الرؤيا الحسنة يراها الرجل الصالح أو ترانا. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وفي رواية من 45 جزءا من النبوة، وفي رواية أكثر من هذا. واضح؟ زين. فإذا الرؤيا لها أهمية. زين. من جملة الفوائد